السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. معكم محمد أنديل وحلقة جديدة من لسعة أنديل. محمد علي بيوجه رسالة لشعب مصر العظيم، بيشكرهم فيه على تلبية دعوته والنزول للشوارع. الشعب المصري اللي زمان فوض سعد زغلول علشان ينزل يتفاوض مع الانجليز بخصوص الاستقلال. شعب مصر العظيم اللي ردد الخطب الحماسية بتاعت مصطفى كامل. شعب مصر العظيم ده محمد علي بيشكره علشان لبى دعوته. انتوا واخدين بالكم ولا انا بس اللي واخد بالي، ولا الموضوع على بعضه جرافيكس، ولا ايه يا جماعه؟ محمد علي ده وصل بيه الحال انه بيشكر الشعب المصري، ان الشعب المصري لبى دعوته. ده محمد علي ومن اصره اللي بيمتلكه في اسبانيا، بيشكر الشعب المصري وبيرتب معاه بخصوص الخطوات التصعيديه القادمه. وقناه الشرق اللي في تركيا اللي بتتمول من قطر بتذيع البيان الهام اللي قاله محمد علي لشعب مصر العظيم. قناه الشرق اللي بيديرها لحساب قطر ايمن نور، صاحب التوجهات اللا اخلاقيه المريبه مع الكلب شحيبر. ايمن نور اللي بيحقن وشه بالبوتكس زي النسوان. ايمن نور اللي بياخد تمويل من قطر وفتح بيه 3 قنوات مش عارف لازمتهم ايه، ولا قناة فيهم بيجي لها اعلان واحد بس. بس يجرى ايه؟ ما هو الممول الاساسي قطر اللي الموساد بيسرح ويمرح فيها. ويجرى ايه؟ ما هو الممول قطر اللي القاعدة الامريكية والقاعدة التركية فيها، والحرس الثوري الايراني بيبرطع فيها زي ما هو عايز. بس في حاجة غريبة انا مش قادر افهمها، هو الشعب المصري العظيم بقى سهل التحكم فيه واقتياده من خلال اشكال زي دي؟ يعني انت كواحد من الشعب المصري العظيم مطلوب منك ان انت تنزل الشارع تلبية اللي دعوة بيقولها ده، تنزل تعطل مصالح الناس وتكسر البلد وتطفش السياح وتوقع البورصة وتطفش المستثمرين وتعطل المرور وتقفل المحلات والمصانع، فالناس تخسر اكل عيشها والمستثمرين يخسروا ويهربوا بفلوسهم بره مصر، فتزيد البطالة والاقتصاد يقع. بس يجرى ايه؟ ما هو هرب فلوسه خلاص بره البلد. ده مش هرب فلوسه بس، ده هرب فلوسه والفلوس اللي سرقها من ولاد اخوه اليتامى. يعني مش هيجرى له حاجه، ولا له فلوس في البورصه هتقع، ولا له حاجه في البلد فهتخسر، كل فلوسه هربها بره مصر. فينزلك انت عشان تنزل تهد في البلد، واللي معاه فلوس يهربها بره مصر والبلد تقع وتبقى على الارض، والتضخم يزيد والدولار يطلع والاستثمارات تهرب، الصادرات تقل والواردات تقيل والاقتصاد يقع خالص ويطلع الدولار ل 30 جنيه. بينما اللي محرضك على كل ده قاعد في اسبانيا مع المزز. هو حد يفكر ان انا بخوفك ولا حاجه؟ لا، انا بس بقول لك الموضوع وانت حر. انا كل اللي قلته معروف وطبيعي وبيحصل. ده غير كده كمان وارد ان انت لما تنزل علشان تطالب باسقاط النظام تحتك بناس نازله بتايد النظام، فتحصل مشاحنات ويحصل لا قدر الله حوادث او اصابات، وممكن يحصل احتكاك مع رجال الامن. وارد ان واحد بس يندس وسط مظاهره سلميه فيها 10,000 واحد يضرب رصاصه واحده. تخيلوا ممكن كام واحد يموت بعد الرصاصه الواحده اللي هتنضرب، وتبدا بقى دوامه العنف. طب ما تيجي اقول لكم حاجه، المصيبه مش ان الناس تنزل، المصيبه ان الناس تنزل لدعوه من شخص زي ده. ومين بقى اللي بيدعم الشخص ده؟ شخصيات موجوده في تركيا وفي قطر، زي بقى محمد ناصر ومعتز مطر وحمزه زوبع وعبد الله الشريف ومحمد الجوادي واحمد منصور وغيرهم كتير من اللي هربانين من البلد وما يقدروش يدخلوا. لا، ده في كمان ناس بتقول لك ان اللي محمد عمله ده كل ده بتدبير من واحد اسمه جمال مبارك، ابن رئيس سابق كان بيفكر يحكم البلد بس الناس نزلت وثارت عليه. المعلومه مش اكيده بس متداوله، يعني كل اللي بيدعموا محمد علي بشوات، بالاضافه لان هو يعتبر باشا بالفلوس اللي معاه، فهم قاعدين بره البلد، قاعدين في التكييفات بيتفرجوا عليك على شاشات التلفزيون وانت تنزل تطحن وتطحن وتخرب البلد. انا مش متخيل انتوا ازاي متوقعين ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك تحرككم ده. وعلشان كده اللسعه دي بوجهها مع المحبه لكل واحد بيفكر يسمع كلام واحد زي محمد علي او شله المرتزقه اللي قاعدين في تركيا او في قطر او في غيرهم من الدول، وبيفكر ان هو ينزل علشان يخرب بلده ويهدم بلده. في زعل وفي غضب، وان الحكومه في حاجات ما عملتهاش كتير، بس ده ما يوصلش ابدا ان احنا ننزل علشان نوقع بلدنا. هتقول لي البلد مش هتقع؟ هقول لك من فضلك راجع الفيديو اللي على قناة عرب بلس اللي اسمه مصر بعد السيسي. ومش معقول هتنزل تهد بلدك وانت ناسي ان انت بتنتمي لشعب وبلد عظيم اسمها مصر. عيب قوي على شعب مصر ان واحد خمرجي وبتاع نسوان هو اللي حركه. لو عجبك المحتوى مش مشترك في القناة يا ريت تشترك، ويا ريت تدعمنا بلايك وكومنت وشير. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.